الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. تجدد لقاءنا على قراءة كتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن الأدران للإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى من علماء اليمن. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من شعبان لعام 39400 الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 18 و2000. وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، صفحة 14 أسفل الصفحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأدينا ومشايخنا جميع المسلمين. قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: قوله وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، أي تطهير الاعتقاد، وهذا مضمون العنوان. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يعني الرسالة الآن هي عبارة عن تطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، يعني يريد أن يبين الأشياء الدخيلة التي دخلت في الاعتقاد. الاعتقاد كلمة اصطلح العلماء، وجدوا أن شرع الله عز وجل ينقسم إلى جانب نظري وجانب عملي. سموا الجانب النظري الاعتقاد، والجانب العملي سموه الشريعة. فدين الله عز وجل اعتقاد والشريعة. الاعتقاد هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذه أصول الاعتقاد. وفي أشياء مسائل أخرى أيضا هي من الاعتقاد، مثل موقف من الصحابة، مثل الإمامة ونحو ذلك. والجانب الشرعي العملي اللي هو الفقه، اللي هو الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في جانب معاملات في الشريعة اللي هو مثلا البيوع والنكاح والطلاق والرضاع والمواريث. فهذا كله تقسيمات علمية من علماء الأمة الأفاضل، أكرموا الأمة بهذا الجهد العظيم، فبينوا الاعتقاد الصحيح وبينوا الأشياء التي هي دخيلة على الاعتقاد حتى يتجنبها المسلم، وهي كل يوم تتجدد في كثير مسائل تقدح في العقيدة وتتجدد، فيتصدى لها علماء السنة فيحذرون الأمة منها. نعم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، طلب الثناء من الله عليه، ثم من بعد الرسول يصلى على أصحابه ويدعى لهم بالصلاة عليهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. طيب، قال وبعد. قال وبعد: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتصنيفه، وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد. نعم. كمل شوي. في الأمصار والقرى وجميع البلاد. نعم. من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. نعم. وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يري الله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خيرا. يعني لما وجد فساد اعتقادي وانتشار في بلاد المسلمين كاليمن والشام ونجد وتهامة، ألف هذا المصنف أو هذه الرسالة للتحذير من هذا الباطل الذي غزا المسلمين. هذا من؟ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال هذه الكلمة أما بعد فهذا، هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول أما بعد فهذا، فإن، المهم أنها كلمة يعني تفصل بين المقدمة وبين الموضوع الذي سيتكلم فيه، يؤتى به أما بعد أو وبعد. ثم أيضا بعد ما يقال أما بعد تأتي بحرف الفاء، فإن أصدق الحديث فهذا،
انتبهتم؟ إذا قلت أما بعد تأتي بحرف الفاء. قال فهذا تطهير الاعتقاد. نعم. قال الشيخ الفوزان قوله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، هذا عنوان الكتاب كما ذكرنا آنفا. نعم. قوله وجب علي تأليفه، فقد اعتبر المصنف رحمه الله أن هذا واجب عليه، وهذا واجب العلماء جميعا أنهم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه ويوضحونه لهم. نعم. ربنا جل وعلا هو الذي يوجب على عباده، ولكن هذا الواجب قد يكون عينيا، يعني يجب على كل إنسان بعينه، يسمى إيش؟ الواجب العيني، أو يسمى فرض العين، مثل الطهارة، كل واحد لازم يتطهر بنفسه، ما يتطهر إنسان عن غيره، مثل صلاة الخمس، كل واحد يصلي عن نفسه، فتسمى هذا واجب عيني أو فرض عين. وهناك ما هو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض وأدى الواجب سقط التكليف عن الآخرين، لكن لابد أن يتم هذا الأمر. فلذلك أهل العلم يقولون الواجب العيني ما كان نظر الشارع فيه إلى أعيان الناس، قاموا به أو لم يقوموا به، كل واحد يسأله الله، توضأت، تطهرت، تسلت من جنابة، صليت، فكل واحد يسأل عن ما أوجب الله عليه بعينه، يسمى هذا إيش؟ الواجب العيني. فنظر الشارع فيه إلى أعيان الناس، فعلوا أو لم يفعلوا، امتثلوا أو لم يمتثلوا. وأما الواجب الكفائي فنظر الشارع فيه إلى العمل، يتم أو لا يتم، مثل الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، إطفاء الحريق، إنقاذ الغريق، هذه أمور، المهم أن ينقذ هذا الغريق، المهم أن هذا الحريق يطفأ، المهم أن هذا الجهاد مثلا يرد هذا العدو. فسواء أطفى الحريق فلان أو فلان أو الفرقة الفلانية أو الفرقة الفلانية، المهم أن الحريق يطفأ، فيسمى هذا إيش؟ فرض كفائي، المهم أن العمل يتم، واضح؟ فالدعوة الله عز وجل فرض كفائي، لا يجب على كل واحد أن يدعو الله عز وجل. ولكن الشيخ هنا الصنعاني وجد أن رس الأمر عليه وعلى أمثال العلماء، الجهل انتشر والناس عامة، وقد غزاهم الإلحاد وعبادة القبور، وكثر أهل الدجل وأهل الشعوذة، فوجد على نفسه أن هذا واجب أن يقوم بنصرة هذا الدين وبيان الحق والتحذير من الباطل، واضح؟ هذا يقول وجب علي تأليفه. نعم. قوله لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد، هذا هو السبب في تأليفه هذه الرسالة، وهو ما رآه من الناس بعينه من الشرك ممن ينتسبون إلى الإسلام وليسوا من المشركين بالأصل، وقد رأى منهم الشرك وهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، منهما شاهده بعينه ومنهما بلغه عن الثقات في غير بلاده من بلاد الإسلام مما يقع فيها من الشرك. نعم. فلذلك قام بتأليف هذه الرسالة نصحا للعباد وتوضيحا للحق وردا للباطل، وهذا واجب العالم. ما الفائدة من العالم الذي يسكت؟ وجوده كعدمه، وجوده مثل الكتاب الذي على الرف، لا يستفاد منه شيء إلا إذا استعمل. فالعالم هذه وظيفته، والعلماء ورثة الأنبياء. وما وظيفة الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والنهي عن الشرك. صحيح. الشيخ يقول ما فائدة العالم إذا سكت، وجوده كعدمه، بل أنا أقول لو سكت لزادت الفتنة، سيقول الناس ماذا؟ هذا الفعل ليس بحرام، هؤلاء العلماء سكتوا عنه، لو كان حراما لأنكروه. انتبهتم؟ يعني سكوته ليس كعدم فحسب، بل سكوته أمر سلبي. فالناس إذا وجدوا مثلا في البلاد الفلانية قبور تعبد من دون الله، ينذر لها ويسجد لها وتزار ويطاف بها، وعلماء هذه البلد قد سكتوا وأقروا، الناس قالوا هذا جائز، فلان وفلان وفلان ما تكلموا، لو كان حراما لأنكروه، لبينوا للناس، أما أنهم سكتوا فدليل أن هذا جائز. فإن قال قائل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وأقراره هو الشرع، نقول العلماء ورث الأنبياء، العلماء ورث الأنبياء، سكوتهم هكذا بإطباق كلهم ساكتين، والشرك منتشر في البلاد، واتخذ الناس أندادا من دون الله يعبدونهم، هذا يضر في المسلمين أو لا يضر؟ لا يضر 100%. فلا بد من إنكار هذا المنكر الذي يؤدي بالناس إلى أن يدخلوا جهنم ولا يخرجوا منها. ينتسبوا الإسلام، كثير من العامة فيهم خير وفيهم طيبة ويحبون الخير، بل
كثير منهم يحمله الذهاب إلى القبور وتقديم النذور لأنه متدين، يعني ما ذهب إلى الخمارات ولا إلى الفواحش ولا الزنا، وإنما ذهب إلى هذه المزارات بصفة أنه إنسان متدين. نعم الشيطان ما يترك أحدا، لا يترك عالما ولا جاهلا ولا متدينا ولا امرأة ولا رجلا ولا طفلا، كل يدخل عليه من باب، يدخل على الزهاد والعباد والعلماء وطلبة العلم، يدخل على الأمراء والحكام، يدخل على النساء والرجال. إذا عجز عن فلان من باب دخل عليه من باب آخر. وذاك الخوارج والغلاة لو قطعت رأس أحدهم ما شرب خمرا ولا ارتكب فاحشا، أعوذ بالله، لكن يذهب ويسفك الدماء، الله أكبر، ويسفك الدماء، دماء المسلمين المعصومين، يفعل ذلك، بينما لا يزني لكن يسفك الدماء ويظن هذا جهادا في سبيل الله. شوف الشيطان ما يترك أحدا. فلذلك سكوت العلماء، سكوت طلبة العلم، سكوت من عرف الحق، هذا يؤدي إلى انتشار الفساد الاعتقادي والعملي والخلقي. لابد كل منا يقوم بما يستطيع، السكوت ما يصلح. فالشيخ هنا أوجب على نفسه تقريبا، قال وجب علي تأليف في هذا الباب. نعم. قوله لما رأيته وعلمته يقينا، فقد رآه بعينه وشاهده، أو وصله خبر من غير بلاده من وقوع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، بلغه هذا ولا يزال واقعا وموجودا ومستمرا. ولكن مع هذا لا نيأس ولا نستسلم، بل يجب علينا أن نقوم بما نستطيع من مقاومة هذا الشرك وهذا الباطل. أما أننا نحث الناس على العبادة وعلى الصدق إلى آخره، ولا نتكلم ولا نذكر التوحيد، فهذا خلاف دعوة الرسل. فالرسل أول ما يبدأون بالتوحيد، ثم بعد ذلك إذا تقرر التوحيد وضحوا بقية أحكام الشريعة. أما دون أن يقوم التوحيد فلا فائدة في الأعمال ولا في الأقوال بدون العقيدة الصحيحة، لأنها هي الأساس. ولا يسع العالم السكوت إذا رأى أو بلغه ما عليه الناس من الشرك، ولن تبرأ ذمته، وسيسأله الله يوم القيامة عن ذلك. نعم، هنا فائدة جميلة ذكر الشيخ. يعني بعض الدعاة ربما يدعو إلى الصدق، التسامح، الأمانة، إحسان الجار، وهذه أمور طيبة وشرعية ويثاب عليها ويرجى له، لكن الاقتصار عليها أصلا، لو فرضنا أن شخصا ما أمينا وصادقا وحليما وورعا ويحسن الجوار ويبر والديه، لكن عنده الشرك، ها، لئن أشركت احبطن عملك. خطير جدا الشرك. الشرك ما تبقى معه حسنة، مبطل لجميع الأعمال. وذلك من الكفار من هو يعني فيه من الرحمة وديع، وربما يترك أوروبا ولا أمريكا يذهب إلى أفريقيا حيث الأمراض والحشرات والأوباء، حتى يطعم الفقراء ويطعم يعني بالأماكن الجفاف، ناس تموت من الجوع، يرحمهم ويذهب إليهم. وربما يكون هذا رئيس سابق، ولا يكون إنسان مليونير وأموال، يترك ما عنده من الأموال والمناصب ويذهب إلى أفريقيا ولا إلى مثلا الأماكن المنكوبة، لكنه ما يشهد لا إله إلا الله، ما يرجو ما عند الله. هذا لا يظلمه الله عز وجل، قد يوسع عليه في الدنيا، لكنه في الآخرة لا شيء له، لا خلاق له، لا نصيب له. والعكس بالعكس، لو أن إنسان غمس في المعاصي، عنده تقصير، عنده عقوق، عنده، لكن عنده توحيد، هذا داخل في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه إلى أمد، لا إلى الأبد، ثم بفضل توحيده يدخل الجنة أبد الأبدين. لا نقلل من شأن المعاصي ولا من شأن الطاعات، بل قلنا مرارا وتكرارا أن المعاصي أصلا تضعف التوحيد، وأن الطاعات هي أصلا من جنس التوحيد. فكلما كان إنسان أكمل طاعة لله عز وجل كان أكمل توحيدا، وكلما انغمس الإنسان في المعاصي فالمعاصي بريد الكفر، ربما يعصي الله في شيء ثم شيء أكبر وأكبر، يخطب الشيطان حتى يقع بالشرك الأكبر. حافظ على دينك، لكن المقصود أن بعض الناس لا يتكلم في التوحيد، ربما يبذل أشياء كثيرة لنظافة البلاد، لتطوير صناعاتها، لآخرة، ربما أشياء شرعية، تسامح والابتسامة وحسن الجوار والتعايش، لكن التوحيد لا. تعلمون أن الكفار ممكن عندهم شيء من هذا بل وزيادة عن
أما عند المسلمين بكثير؟ نعم. وقد ذكرت مرارا وكتبت في ذاك مقالا، واحد اسمه نعيم في أمريكا جاءني واستشارني في أمريكا، قال إن الحكومة الأمريكية تدعمنا بالمال في مسجدنا ومركزنا حتى نصلح أخلاق الناس، لكن عندهم شرط، ما تدعو إلى دين، تدعو إلى المدمنين تصلحهم، السكارى تصلحهم، المجرمين تصلحهم، يعني نريد مواطنا صالحا. مواطن صالح يلتزم بالقوانين، يلتزم بقوانين المرور، ما يقتل، ما يروج مخدرات، ما يغتصب النساء، رجل صالح. وتعطيه الحكومة الأمريكية مال مقابل هذا الشيء. إذا هذه حتى الكفار يدعون إلى هذا، الكفار يدعون إلى هذا، لكن هل هذه دعوة الرسل؟ لا، دعوة الرسل أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دعوة الرسل دعوا جميع الناس، كل رسول دعا قومه إلى توحيد الله وإلى تقوى الله وإلى طاعة الرسول واتباعه وإلى الاستغفار، لأنه كلما اتقى الإنسان ربه لابد أن يزل ويقصر، فشرع له الاستغفار. هذه أربع أمور اتفق عليها من الأنبياء والرسل في دعوته: دعوة التوحيد وتقوى الله عز وجل واتباع الرسول والاستغفار. أما مواطن صالح وهو مشرك، مواطن صالح يعبد صليبا أو وثنا أو قبرا أو وليا، هذا قد يكون صالحا بمعيار الناس، معيار الدولة، معيار الكفار والمسلمين، ومطلوب المواطن الصالح. ما نريد احنا في المجتمع مجرمون ومغتصبون ومخدرات ومسكرات، هذا اصلا شيء مخالف الشرع، ومطلوب ان الناس تكف شرها عن بعضها، ولكن هذا لا يكفي، لابد من توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له، وتقيم هذا الدين كما امرك الله تبارك وتعالى. نعم. قوله في الأمصار والقرى وجميع البلاد، أي جميع البلاد واقع فيها هذا الشرك، فليس بخاص بقطر دون قطر ولا ببلد دون بلد، بل منتشر ويحتاج إلى مقاومة، وإذا قام الحق اندحر الباطل ولو كان الباطل كثيرا، مثل الشمس إذا طلعت على الضباب والظلام انجلى، فالحق إذا قام به أهله انقمع الباطل وانحسر. انظر إلى هذه المسألة المهمة الدقيقة. في بعض الدعاة وبعض المشاهير يقول بلادنا ما فيها قبور تعبد من دون الله، ايش الداعي للتوحيد؟ توحيد، تعال شوف السرقات، تعال شوف المشاكل، توحيد توحيد توحيد. ها، هل له وجه ذلك؟ لا والله، هذا كلام من ابطل الباطل، من ابطل الباطل. لماذا؟ اولا الدنيا الان اصبحت قريه واحده، اصبحت قريه واحده، ممكن ياتيك واحد من الشرق الغرب الى بلادك وفي بلاده هناك أصنام وأوثان وأولياء تعبد من دون الله، فمن قال أن بلدك ما يفد إليها من هو من بلده يعبد الأولياء ونحوها؟ فإذا هذا الوافد يحتاج إلى من يدعوه إلى توحيد الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية، أهل هذه البلاد اللي ما فيها قبور ممكن يسافرون إلى البلاد اللي فيها قبور، صح؟ والناس تتصاهر وتسافر، كثير من الناس هو في هذه البلاد وأخواله بلاد أخرى ويذهب ويزورهم، وقد تكون والدته أيضا هي ممن تورط في هذه المعتقدات، تنذر لغير الله وتذبح لغير الله، كيف تقول ما نحتاج إلى أن ندعو إلى توحيد الله؟ ثالثا، اليوم وسائل الإعلام تنقل كل شيء، تنقل كل شيء، فتنقل عبادة القبور وبعض الأناشيد وبعض الكلمات الشركية وبعض الكفريات، وتأتي بضائع تعليق تمام وعين وحسد وكذا موجود، كيف ما نتكلم بالتوحيد؟ هذا باطل، هذا صد الناس عن دراسة التوحيد. ثم من قال أن الموحد ما يحتاج إلى التوحيد؟ هل الموحد خلاص ضمن نفسه أنه موحد؟ كلا والذي لا إله إلا هو، بل أن الموحد من أحوج الناس إلى التوحيد. عرف التوحيد فكيف يرتد عنه؟ عرف التوحيد فكيف يتخلى عنه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل تخلى عن التوحيد يوما واحدا؟ لا. من الخطأ أن يقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة في مكة للتوحيد، فلما ذهب المدينة دعا إلى إيش؟ إقامة الدولة وإلى آخره. طيب، أقام الدولة ترك التوحيد ولا بقي يدعو التوحيد حتى توفاه الله؟ ها، بقي على التوحيد والدعوة للتوحيد،
منذ أن بعثه الله عز في مكة صلوات ربي والسلام عليه حتى توفاه الله في المدينة، وكان من آخر وصاياه وهو يقول إيش الصلاة الصلاة، ويقول إيش لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه دعوة للتوحيد. فما ما يكون أبدا يعني له وجه الذي يقول ما في قبور تعبد فلماذا ندعو للتوحيد أبدا، بل لا بد من التوحيد. وها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده، كان يقول في دعائه لله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني يا ربي في جانب وبني وعباد الأصنام في جانب آخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض العلم فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلذلك على المسلم أن لا ينخدع بهذه الدعوة الباطلة أن لماذا ندعو التوحيد وبلاد ما فيها قبور تعبد من دون الله. لا، فيه في أشياء كثيرة، حتى أن بعض الناس إذا ابتلي بمس أو مرض أو نحو ذلك مستعد أن يسافر إلى أي مزار ليفعل ما يؤمر به، وهذا شاهدناه وعرفناه. بعضهم كلمني بهذا الكلام قال والله ما تركت مكان، سافرت ما خليت جبال بلوشستان، ما خليت الأردن، ما خليت عمان، ما خليت، عندي بلاء بأولاد وزوجتي، عندنا جن الشياطين ومس وصار وابني قتل، أي مكان مستعد أذهب، وذهبت وعلقت وعملت كل ما قالوا لي افعل فعلت. هذا موجود، كيف يقال لا داعي لدعوة التوحيد؟ انتبهوا من هذه الدعوة. نعم. قوله من اليمن وهي بلاده سميت يمنا لوقوعها يمين الكعبة. طيب. قوله والشام سمي شاما لوقوعه شأم الكعبة أي يسارها. شوي يسرع القراءة. نعم. قوله ونجد وتهامة هذه مقابلة، لأن النجد هو المرتفع والتهامة هو المنخفض. يعني أن هذا عام في جميع البقاع من شام ويمن ونجد، ولا يقصد بلاد نجد خاصة. نعم هي فيها شيء، ولكنه لم يقصدها خاصة، بل يقصد أنه انتشر في التهام وفي النجد، يعني في المرتفعات. نعم. قوله وجميع ديار الإسلام انتشر فيها هذا، لما انتشرت الصوفية وانتشر التشيع وجاءوا معهم بهذه الفتن وجلبوها إلى بلاد المسلمين. نعم. قوله وهو الاعتقاد في القبور أي في الأموات وأنهم ينفعون ويضرون، ولذلك فتنة القبور هي من أعظم الفتن والعياذ بالله، تجد الناس يفتتنون بالقبور حتى إن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يذهبون إليه، الله أكبر، وليس له قيمة عندهم، لا يحنون ولا يذهبون إلا إلى المساجد التي على القبور، وهذه فتنة والعياذ بالله. نعم صحيح، حتى أن في كثير من بلاد المسلمين أصلا صاحب المسجد المتبرع حافر قبرا لنفسه قبل أن يموت، تبرع المسجد وقبر إيش بجانب المسجد حتى يسمى مسجد فلان وقبره فيه، إما بالفناء ولا داخله أو في حجرة. معنا سبحان الله العظيم يعني توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح وصريح، صحيح ثبت بالأحاديث أكثر من حديث وصريح، قال لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، المقابر ليست موضع للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني صلوا سنن في بيوتكم لا تجعلها قبور، لأن القبور ليس موضع إيش موضع لم تبنى لم توضع للصلاة. ومع ذلك كثير من بلاد المسلمين تجد المسجد مسمى باسم الميت المقبور في المسجد أو بجانبه، هذه فتنة عظيمة. نعم. قوله أو في الأحياء أي أو يعتقدون في الأحياء من الطواغيت وشيوخ الصوفية والمخرفين والمشعوذين والسحرة والكهان، يعتقدون فيهم أنهم أولياء فيتقربون إليهم ويعظمونهم، فهم فتنوا بالأحياء من هؤلاء وبالأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهم الكهان ومن يدعون الشعوذة وهم لا يعلمون شيئا. نعم. ولكن الجن والشياطين تأتيهم بالأخبار فيخبرون الناس به ويدعون أن هذه كرامة من الله، فيظن الناس أنهم يعلمون الغيب فيعظمونهم ويعبدونهم ويتقربون إليهم ويرجونهم ويخافون منهم، وهم خدم للشياطين، ف
فما يخبرون به إنما هو مما تلقوه عن الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه المصيبة والفتنة، ويقولون إن هؤلاء أولياء الله، وأنه فلان جرى على يده الكرامة، وفلان خارق للعادة، وهذا يمشي على البحر، وهذا يمشي على النار ولا تضره، وهو في الحقيقة يحمله الشيطان فوق البحر وفوق النار، والشياطين تحمله لأنه تقرب إليهم وعبدهم. نعم، كثير من الناس يتعلق بالكهنة والمشعوذين ويشد لهم الرحال ويستجيب لهم، اذبح ذبيحة ذبح، علق تميمة علق، يسافر له ويسمع كلامه. هذه فتنة عظيمة جدا، ومن لا يعرف شيئا عن ذلك قد عافاه الله عز وجل، فلا يدرك كثرة انتشار هؤلاء المشعوذين. لو ذهب أحدنا إلى تلك الأماكن لوجد طوابير من البشر، طوابير. لماذا؟ لأن ما من إنسان إلا ويبتلى بمرض، بفقد عزيز، بخسارة، ويهم الناس يقول أبي السبب، إيش أعرف السبب؟ إيش؟ من سحرني؟ من أصابني؟ من ها؟ ثم يتورط بهؤلاء فيذهب إليهم. هؤلاء يدعون المغيبات ويدعون المكاشفات. المغيبات ما غاب عن حواس الناس، لا يسمعونه ولا يبصرونه ولا يتلمسونه ولا يشمونه ولا يتذوقونه، هذا حواس. وهذا ينطبق على ماذا؟ على ما هو في المستقبل، وهذا هو الغيب العام المطلق. ما يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة المقربون ما يعلم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. حتى الرسل أمر الله عز وجل نوح عليه السلام والرسل أن يقول ولا أعلم الغيب، وأمر آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ولا أعلم الغيب، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا اعتقاد المسلم السني الذي يقرأ كتاب الله ويؤمن به، الغيب لا يعلم إلا الله، وهذا أسلوب حصر. قل لا يعلم نفي، من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أداة استثناء بعد النفي تفيد الحصر، وحده جل وعلا الذي يعلم الغيب. ومع هذا هناك من يدعي علم الغيب وهناك من يصدقه. والمشكلة أن ما يفطن كثير من الناس إلى ما يفعل هؤلاء. هؤلاء يخبرون عن مغيبات نسبية ليست مطلقة. كان يقول أنت فيك المرض الفلاني، واسمك فلان، من البلد فلانية، والدك كذا، ووالدتك كذا، وعدد إخواتك وعدد أخواتك وإلى آخره، أنت تبتهر. لو رجعت لهال المعلومات التي أنا ذكرتها كلها معلومات إيش؟ قد تكون لك أو لقريبك ليست بغيب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما اسمك؟ سليمان. سليمان، إيش اسم الأخ هذا؟ أرفع يدك. ما تعرف صح؟ لكن لو سألنا أخاه قلنا إيش اسم الأخ؟ قال هذا أخوي فلان، صح؟ كم عمر والده؟ أنا ما عرفت اسمه عشان أعرف. ها؟ وين ساكن؟ ما أعرف. إيش يشتغل؟ إيش دراسته؟ إيش تخصصه؟ كله ما تعرف، ما تعرف ها؟ طيب لو واحد قريب له المعلومات كلها واضح، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الشيخ وغير الشيخ يقول هؤلاء يتعامل مع الشياطين. في شيطان قرين ساكن صليبيخات عند الرجال هذا، عارف المعلومات هذه كلها، فيأتي هذا الشيطان ويتعامل مع هذا الكاهن ويعطيه المعلومات، اسمه كذا، والده كذا، والدته كذا، عدد أخوانه، يشتغل كذا، يدرس كذا، يعاني من المرض الفلاني، عنده مشكلة مع زوجته، عنده كذا، عنده كذا. دخل هذا المسكين أول مرة يشوف الشخص هذا، راح سرد له المعلومات، أنت مش اسمك فلان؟ قال إيه صح. أنت مش كذا؟ قال إيه صح. معد أخوان؟ قال صح. تهيأ هذا إن المسكين يظن هذا إيش المتكلم يعرف كل شيء، حتى إذا تهيأ إنه والله يعرف، أخذ يسرد له سيحصل معك كذا وسيحصل معك كذا والمفروض تفعل كذا. اللي ما تعلم بسهولة يقع بهذا الفخ، والذي يتعلم العلم نور، العلم عصمة. أول شيء تتعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حتى لو أتاك بالشيء ما تعرف كيف عرف، كيف عرف؟ ما أدري كيف عرف، بس الذي يعرفه وأؤمن به ولا شك عندي أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أخسأ، ما تعلم الغيب. طب كيف عرفت؟ ما لي شغل كيف عرفت،
لكن الذي يؤمن به بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، صدق الله قوله الحق، قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تبهتم؟ هكذا. فإذا أخبر عن أشياء مغيبة بالنسبة لغيرك هذه تعتبر غيب. لو سألنا الأخ عواد أبا صالح أقول إيه اسمه فلان أم الجماعة وإخوانه كذا، عرف المعلومات ليس بغريب هذا عنه، لكن أنت ما عرفت ولا شيء. هذه المسألة. ثم إذا أخبر عن شيء في المستقبل سيحصل كذا وكذا ويحصل كما قال، وقلنا المستقبل هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، عاد هذه كيف؟ هذا عرفنا معلومات ها أخبر بها شيطان أو إنس أو شيء عطى معلومات وحدث بها، لكن سيقع كذا في المستقبل كيف عرف؟ هب أننا ما نعرف كيف عرف، شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ إيمان ويقين لا يتزعزع بإذن الله عز وجل أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع ذلك أخبرنا الصادق المصدوق أن هذا الإنسان قد يتعامل مع الشياطين والشياطين قد يسرقون شيئا، شيء أخبار متداولة بين الملائكة في السماء سيحدث كذا افعلوا كذا. فالشياطين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصعد يركب بعضهم على بعض يسترقون السم، فربما بعضهم أخذ طرف خبر، ماذا يحصل له الشيطان لو حاول أن يسترق السم؟ يلحقه شهاب ثاقب ويحرقه. لكن أحيانا كما يقال ربما فات بالكلمة والقاهل الشيطان الذي تحته قبل أن يحرقه الشهاب الثاقب، فيكون ألقى الخبر فاحترق ولكن الخبر تسرب، فيأتي إلى الشيطان الذي أسفل منه والآخر والآخر حتى يضعها في أذن الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة يأخذ راحته، سيحصل كذا وكذا وراح يحصل كذا وكذا وكذا، ومئة كذبة على سبيل إيش؟ الكثرة والمبالغة، يعني ربما يكذب أكثر من 100 أو 70 أو 65 أو 20، المهم يكذب معها كذبات كثيرة، عنده خبر طرف صحيح والباقي يعني بنى عليه كذبات كثيرة والناس تصدقه، حتى يقول بعضهم البعض أما قال سيقع كذا يوم كذا وكذا، صح مثل ما قال، لكن المسلم عنده عقيدة ثابتة أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. بعض الناس من ضعف الإيمان من قلة العلم ما أن يبتلى ويصاب إلا وألقى بكليته في أحضان هؤلاء، أؤمر ماذا تريد؟ اذبح لغير الله ذبح، ادفع أموال دفع أموال، حتى لو قالوا ائتي بأهلك يأتي بأهله. نعم هؤلاء شياطين إنس وجن، لو يقول له افعل ما تفعل افعل ما تفعل، لو يقول تعرى من ملابسك يتعرى من ملابسك لأنه مريض، مثل ما الطبيب يقول لك ايش كح تكح اقلب تقلب، هكذا هذا يفعل به هذا الإنسان، يفعل به كل شيء. ولذلك المسلم يعتصم بالله عز وجل، عليك بالمعوذات عليك بالدعاء، حتى لو اشتد عليك البلاء ماذا سيحصل معك؟ لو اشتد عليك البلاء ستموت، من ذا الذي سيبقى حيا أصلا؟ الأصحاء الكبار الصغار الملوك أصحاب الأموال الأطباء أنفسهم الكل سيموت، لكن لا يموت دينك، لا يذهب دينك، إن ذهب دينك وكفرت بالله عز وجل فإن مصير الكافر جهنم خالد مخلدا فيها، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. انتبه تعلم وتبصر. هذه مسألة. مسألة أخرى قد تأتي خاصة جوهم جو نسائي، تأتي امرأة ما حملت منذ سنوات فيقول لها كذا وافعلي كذا وافعلي كذا وعلقي كذا واحرقي الأوراق الفلانية، ومع طلعت الشمس مع أذان الفجر دام يتبه أشياء غريبة هكذا، ثم سيحصل الحمل، قدر الله أن هذه المرأة كاتب الله لها أن تحمل في هذا العام، فذهبت إلى هذا المشعوذ في هذا العام والله قد كتب لها أن تحمل في هذا العام، فإذا حملت ظنت أن هذا الحمل بسبب ماذا؟ هذا الكاهن الذي ذهبت إليه، وخبر تعطيه امرأة خلاص كالنار في الهشيم، راحت ما تجد امرأة تعطل عنها عندها الحمل إلا قال تعالي اسألي أنا والله يتزوج 10 سنوات ما في ظنة، رحت لفلان الحمد لله عندي الآن 3-4 واحدة الأخرى واحدة الأخرى حتى يصير عند هذا طوابير، مع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أعد آخر أمر آخر، قد يبتلي الله هذا العبد يحرم عليه أن يسأل هؤلاء وأن يذهب إليهم وأن يأتيهم وأن يصدقهم،
فيأبى هذا الإنسان إلا أن يعصي الله عز وجل فيبتليه الله. إذا ذهب انقضت حاجته، إذا مريض عوفي، إذا ما تحمل حملت. ابتلاء واختبار، الدنيا كلها ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ولقد فتنا الذي من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فأنت مبتلى، لا تذهب إلى هؤلاء، لا تتعلق بهم. إذا سألت فاسأل الله، ومن يتوكل الله فهو حسبه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا أمر الله. لا تذهب إلى هؤلاء، لا تضيع دينك من أجل الدنيا. تبهتم؟ هؤلاء كثر انتشروا لا كثرهم الله. فلذلك الشيخ يقول ألفت هذا الكتاب لأن هناك من يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. المكاشفات يدعو يزعم بينش قد كشف الله له الغيب فعرف كذا وكذا، يعني يقول أنا ما أعلم لكن الله عز وجل أعطاني كرامة ولا من تلقاء نفسي من لدني ما أعرف، لا ما أعرف، لكن الله أعطاني كرامة وكشف لي شيء من الغيب. والأمر الذي يخفى على كثير من الناس أن هذا يتظاهر بالصلاح، ربما يقول لك افعل كذا واقرأ الفاتحة بس ها حافظ على الصلاة، افعل كذا 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 بس ها شلونك مع الصلاة. لما يقول الصلاة ويقول كذا يظن لا صدق أصلا أمرني بالصلاة، أصلا مقطع الصلاة ما قلت أصلم رحت حق هذا واللي أمرني. تبهتم؟ لماذا؟ لأن كما قال جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق والباطل إذا التبس هذا شر وأخطر من الباطل الصريح. الباطل الصريح واضح لا يخفى على أحد، لكن إذا كان الأمر ملتبس بين الحق والباطل كان للروادي أسهل. فيأتي هؤلاء ربما إيش ماسك سبحة طويلة، ربما يهز رأسه، ربما يذكر الله ويقعد يستغفر، وهو كذاب نصاب. فإذاك يجب علينا أن نحذر كل الحذر حتى نصون ديننا ودين المسلمين. وهاي الأمور منتشرة جدا، ليست يعني عند واحد أو اثنين، عند كثير من الناس. فانتبهوا لهذا لدينكم بارك لك. نعم. قوله وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا. سبحان الله، هذه علامته، فهو من أهل الفجور. يقول أنا لست بحاجة للعبادة، أنا وصلت إلى الله، العبادة للعوام، أما أنا فقد وصلت ولا أحتاج إلى العبادة. فيزيد تعظيمهم عند الجهال، إذا رآه لا يصلي قال هذا ولي وليس بحاجة إلى الصلاة فقد وصل إلى الله. الله أكبر. ويستدلون بقول الله عز وجل، كمل انظر انظر إلى الشيطان كيف يتلاعب ببني آدم، فهؤلاء محفوظ عنهم أنهم لا يشاهدون في المساجد ولا يحضرونها بل ربما يبولون فيها. أوه. لأن الشيطان يأمرهم بهذا فيعتقدون فيهم أنهم أولياء لله وهم أولياء للشيطان. وهناك قصص في هذا ذكرت في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هؤلاء يتصدرون مجالس البسطاء المحتاجين المرضى ويزعمون أنهم قد وصلوا إلى مرحلة إلى درجة أن العبادة قد سقطت عنهم. ويستدلون، شوف حتى إبليس استدل، ما من صاحب بدعة إلا وعنده استدلال استدل به. قال يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد بلغت مرحلة اليقين فلا داعي الآن أعبد. مع أن هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك العبادة حتى توفاه الله عز وجل، حتى حمل على نفسه وقام وصلى، صلى وهو قاعد، وهو صلى إيش يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم به إلى آخر لحظة، ما ترك الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هؤلاء يتأولون القرآن على غير مراد الله عز وجل، فتجد أحدهم يجلس في مجلسه ويستقبل الناس الرجال والنساء ويأخذ مالهم ولا يقوم للصلاة. وربما هؤلاء الجمهور هؤلاء الزوار يذهبون إلى الصلاة ويرجعون وهو ما زال جالس، ثم يؤذن العشاء يذهبون يرجعون وهو ما زال جالسا. إيش الشيخ ما يصلي؟ قال لا، هذا يقول كيش بلغت مرحلة يقين العبادات سقطت عنه، ويصدقونهم بعد.
وسأقول لكم موقفا ظريفا من وجه ومبكيا من وجه. حدثني في أحد الشباب يقول في واحد قال أن في هناك ولي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يمني مقيم في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده كرامات وعنده كذا، وهذا الشاب يذهب له وعنده رواه عنده زباين. يقول فلزم علي أنك اذهب معي. قال فذهبت معه، هذا ليس يحدثني. قال لما ذهب شفت رجل كذا وعامل نفسه يعني شيخ فلان السيد فلان، هذا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك ها هو من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قل جلسنا عند أذن المغرب، هو مشغل فيلم وقاعد يشاهد التلفاز. يقول ذهبنا صلينا المغرب ورجعنا وهو ما زال على جلسته يتابع الفيلم، هذا الشيخ. قال بأذن العشاء فذهبنا صلينا ورجعنا وهو ما زال جالس. يقول فقلت لصاحبي الشيخ هذا ما صلى، صلينا المغرب صلينا العشاء ما ذهب للمسجد، وشكله بعد ما قام من مكانه ما زال متابع للفيلم. فقال لي صحيح أنا ملاحظ ملاحظة، إيش رأيك نصارحه؟ فصارحنا الشيخ، إحنا صلينا ورجعنا وصلينا ما صليت. قال لي إحنا آل البيت لنا مزية تسقط عنا العبادات إذا وصلنا مرحلة. ولا الرجل إيش عنده ميزة إنه ما يصل، لأن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما سقطت عنا العبادة، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سقطت عنا العبادة. شوف الدجل. يقول هو يقول لي صاحبي يقول ترى هذا الشيخ إذا أردت أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يستطيع يخليك ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قلت لا والله. قال إيه صحيح من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا صراحة تحمست أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأينا لا يسره ذلك أن يكرمه الله عز برؤية يرى النبي عليه الصلاة والسلام، في أحد ما يسره ذلك؟ كل مسلم يسره ذلك صح؟ قلت أنت من صدق؟ قال إيه نعم، هذا ترى الشيخ من آل البيت يستطيع تطلب منه أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خليك ترى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والله أقول له والله ودي أشوف النبي. يقول قال له الشيخ هذا صاحبي وكذا من الكويت ودي يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ قلت له إيه. شوف شلون اللعب. قال خليك على وضوء وقرأ كذا وقرأ الفاتحة مش عارف إيش يقرأ كذا ونام، وإن شاء الله الليلة سترى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا صدقت ورحت توضيت وكذا وكذا وسويت مثل اللي يقول لي بالضبط، وجاتني إيش هيبة راح أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. نمت. يقول أصبحت ولا أنا على جنابة. شوف والله وحدثني بنفسه. سبحان الله العظيم كيف يأكل أمان الناس بالباطل، كيف يضحكون في عقول الناس. وفي بعض الدول الفقيرة فقيرة حتى يؤتى بنسائهم أو يأتون بنسائهم لهذا المشعوذ حتى يستمتع بهن بالحرام. لا وينتسبون للإسلام، ها ما أقول كان بوذ ولا هندوس، ينتسبون الإسلام يفعلون الأشياء هذه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من يتخلص من هؤلاء ويتصدى لهم؟ الذي يتسلح بالعلم. والله اللي يتسلح بالعلم والله ما يستطيع أي أحد من هؤلاء. لكن الجاهل المنغمس في المعاصي البعيد عن الذكر البعيد عن العلم البعيد عن النور، ما أن تزل قدمه ولا يصاب بمرض أو بلاء إلا تجده يذهب إلى هؤلاء. في مسألة هنا مهمة بعد أيضا وهي في غاية الأهمية، وهي أن بعض الناس قد يبدأ بداية صحيحة فيتصدر للرقية الشرعية ويقرأ قراءة شرعية ولا يتجاوز، لكن هذا أيضا في خطر عظيم، لأنه إيش مع الزمن لا تكاد تصبح سنتين ثلاث إلا وقد تغير، لأن الجو إيش كله جن وشياطين وفتن ونساء وأموال، وإلا به يتغير. فالحذر كل الحذر. ثم أحذر من مسألة مهمة جدا، أن الذهاب إلى هذه المقرات قد تصاب بشيء كنت في عافية منه. انتبهتم؟ يعني قد يكون سافي مرض عضال عجز عن الأطباء ما عرف يشخصونه، هذا يقول لك كذا هذا يقول كذا، بس مريض فيذهب إلى هناك وإلا به يصرع يصرع. لماذا؟ لأن الجو هناك أحد رجلين، هذا إما لأنه هو الذي تعاون مع الجن أن يصرع أن أحدهم يصرعه، هذا وارد، أو لأنه ذهب إلى ذاك المكان سرداب ولا مقر مليان فيه جن، انتبهتم؟ فيخرج من هذا المصروع يدخل في هذا الزبون الجديد.
طيب ايش يستفيد هذا يركب جني في هذا؟ ايش يستفيد؟ حتى يكون زبون دائم، حتى يكون ايش؟ زبون دائم، ذهب رايح راد عندهم يركبون فيه جني. اخوفكم؟ اي نعم اخوفكم، لكن والذي لا اله الا هو حقائق، هذه حقائق. وذات يوم اتصل فيني واحد، السلام عليكم فلان، قلت له نعم، قال انا مريض كذا، قلت له انا لحظه شوي، انا ما اقرا على احد، اعلمك اقرا على نفسك. فنهرني، قال لحظه اسمع كلامي، شفته ظهر تعبان شوي، قلت تفضل. قال انا فيني مرض في بطني وعالج عند القراء، وانا على موعد اليوم العصر اذهب الى فلان. نمت الظهر راحت علي نومه، راح علي الموعد، فرأيت في المنام، في المنام واحد اسمه سالم الطويل يقول لا تروح، يقول استيقظت منه سالم الطويل، يقول ما سمعت فيك ولا اعرفك، فتحت النت شي طلع رقمك، قلت انت مصدق؟ قال والله العظيم، اعطاني اسمه، قال انا فلان. قلت انا في اليقظه اقول حق الناس لا تروحون، وعندي رساله في هذا الباب، في هذا الموضوع، كتبت مقالين. قال لي ان كان في بطني مرض وعجز عنه الاطباء، مو عارفين ايش، ذهبت الى هؤلاء، منذ ذهابي اليهم ايش اصبحت بعدها اسرع، والله ما كنت اسرع، منذ ان ذهبت الى هؤلاء اسرع. بيقول مشكلة ان اسرع يطلعوا لي اياه ب 15 ب 30 دينار، اخنقني كذا طلع الجني، وهذه مش مشكله، المشكله تعال الطابور لما ترجع مره ثانيه، لما يقول ممكن 3 ساعات على ما يجيك الطابور، ويطلع الجني اللي فيني ب 5-16 ثانية، بس يمسني كذا طلع الجني، لكن اروح صرعني مره ثانيه، ارجع 3 ساعات على ما يجيني الدور، غير الفلوس 3 ساعات. قال والله 3 ساعات. ناس تتاجر باعراض الناس وامراضهم، يسرها ان يكثر عليه الزوار حتى ايش تكثر الاموال، مصائب عظيمه. ولو ذكرت لكم من الان حتى تطلع الشمس ما انتهينا، لكن هذه حقائق. اتصل فيني شخص من الحفر ولهجته لهجه كويتيه، ويقول لي رقم سعودي، قلت انت كويتي؟ قال لا انا بدون، كنت بالجاهره والحين في الحفر. تفضل عطنا السؤال. قال انا اشتغل ابيع عسل عند محل واحد، وجمنا واحد يقرا على الناس، وعندنا عسل نبيعه 200 ريال، وصاحبنا هذا متقاول معانا، إذا جاءت امرأة تعالج عنده أعطاها الوصفة والعسل، وعند قصيرنا يبيع عسل، إذا جاءتنا المرأة مع الوصفة من فلان نبيعها العسل اللي ب200 ب400، وآخر النهار نتقاسم 200 عسلنا اللي بعناه و200 حق الشيخ اللي كتب الوصفة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لي. قلت له ليش ما اتصلت عليه تقول لي يجوز اكل تمر ولا ما يجوز؟ قال التمر واضح. قلت هذا لو ما في نفسك شيء ما اتصلت وسالت، عارف ان هذا غلط. ترضى ان والدتك واختك ولا زوجتك تاتي لهذا ب 200 يصير ب 400 لان كتب له صار ب 400؟ قال لا والله ما ارضى، هذا اللي انا في نفسي شيء. لو جاءت المراه مباشره الى المحل باع العسل كم؟ 200، تاتي بوصفه من الشيخ ب 400. قال حتى مره، هو نفسه الكلام له، يقول حتى يوم من الايام صار لي موقف محرج، جاءت امراه من هذا الشيخ فعطتني الفاتوره اللي كاتب لها، اعطيت العسل ب 400، فسالتني السؤال هذا العسل مقرين عليه؟ ما في، هو على نفس عسلنا هو. قال يقول انحرجت، قلت انا اخذ العسل اني ما سمعت كلام، وادخل داخل وافتح واقرا على الفاتحه الحمد لله رب العالمين والضالين، قلت ايه مقرين عليه، قلت يا سلام يا سلام. وآخر من أهل الرياض علمني، قال دخل على واحد بعسل مقرين عليه، واحد ب500 ريال وواحد ب1000 ريال، وذكرت هالقصة أنا في رسالتي. قلت له إيش الفرق بين العسل هذا؟ قال له العسل واحد، لكن اللي ب1000 ريال مقرين عليه قراءة مركزة، قراءة مركزة ب1000 ريال، قراءة نص نص ب500 ريال، يأكل أموال الناس بالباطل. كيف هذا ترجو من وراه أنه يعالجك ولا؟ يا أخي أنا أريد أقول شيء وأرجو أن ينتشر هذا الكلام، بلاش بسبسة. شنو بلاش بسبسة؟ اسمعها، بلاش بسبسة. موقف صار معي، جاني واحد وقال أنا مريض وكذا وكذا، قلت له اقرأ على نفسك ولا تروح عند هؤلاء المشعوذين يضحكوا عليك، حتى اللي يقول أنا صحيح يقرأ عليك ركب فيك جني، القصة هذه كلها. فأنت كما قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفيني، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي أنت ادعو الله، لا تذهب يا فلان حتى يقرأ عليك ويدعو لك، أنت ادعو الله. الله عز وجل يقول وقاربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله. هو كلام يقول إيه صح، إيه والله صح 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 صح. آخر شيء قال بس أنا في، قلت بلاش بس بس، فهمتوا شو؟ لا تقول بس خلاص، بل هذا التعلق بغير الله، لا تتعلق بغير الله. والعافية تأتي بالتدريج، أنت أصبت بضيقة بمرض ببلاء، حتى من أول مرة تقرأ عن نفسك تقرأ معوذتين ذهب عنك. لو أن إنسان كسرت رجله في لحظة، الكسر في لحظة صح، لكن ممكن حتى ينجبر يحتاج إلى فترة، قد يحتاج إلى عملية، إلى جبس، إلى بعد ذاك بعد فترة يسمونه علاج طبيعي حتى يعود، وربما لا يعود كما كان. تريد أن تصيبك الضيق الآن باللحظة قراءة مرة واحدة وخلاص قوم؟ لا، وهذا فيه خير لك. كم من إنسان ما كان يصلي، ما كان يذكر الله، ما كان يقرأ سورة البقرة، ما كان يحافظ على أذكار الصباح المساء، ما كان يقرأ المعوذتين، فلما أصيب رجع الله، قد يصلي، قد يقرأ المعوذات. وهذه المعوذات كما ذكرنا في درس التفسير هي ليست علاج فحسب، بل هي وقاية أيضا. فكثير من الناس يا أخوان لا صلاة لا ذكر لا قرآن، كله معازف، كله تصاوير، كله أفلام، ثم يقول أصبت. أين يذهب الشيطان إذا ما ذهب إليك وأمثالك؟ لا تذكر الله ولا تصلي وساهر على ما حرم الله، كيف ما يدخل فيك؟ إن الشيطان لا يدخل بيتا في تقرأ في سورة البقرة. تعال قول حق واحد كلام، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولك ما عندك شريط يا أخي اقرأ. شنو ما عندك شريط؟ اقرأ أنت وأهل بيتك. الحمد لله شيء بأيدينا، لكن نحن نقصر، ما بارك بمن لا يقرأ أو لا يعرف القراءة أو ليس بعربي أو ليس بمسلم. نحن نفوق هؤلاء جميعا، نستطيع نقرأ، مسلمون، عندنا كتاب الله، متوفر القرآن. ترى في زمن مضى الناس ما عنده مصحف تقرأ فيه، قرية كاملة عنده مصحف واحد. اليوم تدخل المسجد تجد المصاحف، عدد المصاحف أكثر من عدد المصلين، ولا نقرأ إلا قليلا. من منا لا يملك مصحفين وثلاثة وعشرة؟ من يعجز أن يحصل على مصحف؟ لكن لا نقرأ إلا قليلا، ثم نقول والله جاني صرع، جاني جني، جاني شيطان. عليكم بذكر الله عز وجل. نعم تفضل. قوله ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، لأنه بزعمه لا يحتاج إلى الصلاة ولا إلى الركوع ولا إلى السجود ولا يحتاج إلى الذهاب إلى المساجد، لأنه وصل إلى الله. يقولون هو لا يصلي معنا لأنه راحل إلى مكة يصلي في الحرم وهو نائم في بيته، لأن الكرامة تحمله ويذهب بلا سيارة وبلا طيارة وبلا طائرة وبلا أي شيء، يروح ويأتي في لحظات. سبحان الله، هذا أيضا من الخدع اللي يخدعون فيها العامة البسطاء. الشيخ ما يصلي معهم ولا يذهب الصلاة، وقد يكون في أفريقيا ولا في آسيا لكنه إيش، هو من أهل الخطوة، ما يركب لا طيارة ولا يطلع فيزا ولا جوازات ولا تفتيش ولا جمارك، خطوة واحدة يصل إلى مكة ويصلي ويرجع ويصدق. قال بعض المشايخ، فلما أتيت للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه وهو من أفريقيا، قال المشايخ نقول كذا وكذا. يقول فقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي طيب التوقيت يختلف، ما عندكم تفكير؟ يعني الآن أنتم أذن عندكم مكة لحد الآن ما أذن، كيف راح صلى ورجع؟ انتبهتوا؟ فكيف يصلي في وقت غير أصل الصلاة؟ لكن هكذا والناس، لا وشهد فلان واقف بعرفة وما راح الحج، شافوه معانا بعرفة ويصدقون هذا الكلام، فالله المستعان. طيب قوله ولا يعرف السنة ولا الكتاب. السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، فهو ليس بحاجة إليهما، ليس بحاجة إليهما، هذه للعوام الذين لم يصلوا ولم يعرفوا، ولذلك يسمونه العارف بالله. نعوذ بالله. نعم. قوله ولا يهاب البعث ولا الحساب، أي لا يؤمن بالبعث ولا الحساب ولا يراقب الله عز وجل. أعوذ بالله. نعم. قوله فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. نعم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالواجب على العالم أن لا ينام ويسكت ويتغافل، بل الواجب أن يقوم لله عز وجل بما أوجبه الله عليه، ولا سيما إذا كثر الشرك والمنكرات. بارك الله، جزاء الله خير صنعاني على هذه الهمة، وجزا الله الشيخ صالح فوزان على هذا الشرح. الآن انتهى المقدمة وسيبدأ به أصل الكتاب. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نستمر الدرس بعد رمضان. لكن أحد الأخوة أرسل إلينا من عمان يسأل عن قول أهل السنة الله في السماء، فما معنى الله في السماء؟ الله عز في السماء يعني الله جل وعلا في العلو، فكل ما هو عال يقال عنه سماء، ولذلك سمى الله عز وجل السحاب الذي ينزل منه الماء سماء، فقال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، سمي السحاب سماء لأنه عالي. فإذا قال الله في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقر الجارية التي قالت الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. فمعنى الله في السماء يعني الله عز في العلو، والله عز هو العلي الأعلى، قال جل وعلا وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. فالله في السماء يعني في العلو، وهو أعلى من كل شيء. وهنا مسألة مهمة جدا، أن بعض البدع يقول نعم الله في السماء لكنه ينكر علو الله بذاته فوق جميع خلقه. لماذا؟ لأن الله له السماء، له العلو المطلق، له العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ يعني العلو الكامل، فعلوه جل وعلا بذاته، وعلوه جل وعلا بصفاته، وعلوه جل وعلا بقهره على جميع مخلوقاته. فهو عالي بذاته، هو في العلو، وعالي في صفاته، يعني كل صفاته إيش؟ عالية القدر، وعالي لقهر جميع مخلوقاته، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. فبعض البدع ماذا يقول حتى يلبس؟ يقول وأنا أقول الله في السماء، في السماء يعني أن الله عز وجل في السمو، يعني الله عالي، لكنه يقصر هذا عالي على ماذا؟ على أن صفاته عالية القدر. طيب هو بذاته ينكر أن يكون الله عز وجل في السماء، واضح؟ ثم أن في السماء أيضا له معنى آخر وهو حق. الله في السماء يعني الله جل وعلا على السماء، الله عز وجل على السماء، لأن في بمعنى على هذا موجود حتى في كتاب الله، قد ذكر الله ذلك، قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. وقال الله عز وجل عن فرعون وقال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يعني داخل الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض، يرحمكم من في السماء، يعني على السماء. فهنا قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، يعني إما المعنى أأمنتم من هو في العلو والله في العلو جل وعلا، أو أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فالمعنيان كلاهما حق، والآية تحتمل هذا وهذا. والقاعدة أن الآية متى ما احتمت معنيين صحيحين لا يتعارضان حملت عليهما، فيقال الله عز وجل في العلو والله عز وجل فوق السماء. أما أن يقال الله في السماء يعني فيه ظرفية كما قال نحن الآن في المجلس، يعني المجلس ظرف لنا ونحن فيه، فهذا ليس لله عز وجل، فالله أعظم من السماوات وأعظم من كل شيء. فالله جل وعلا بائن من خلقه. إيش معنى بائن من خلقه؟ يعني الله عز وجل ليس في شيء من المخلوقات، لا في السماء ولا في الأرض ولا في البشر ولا في شيء، فالله بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، وكل شيء فهو دون الله عز وجل، الله أعلى من كل شيء. هذا معنى بائن من خلقه، ليس الله في شيء من المخلوقات وليس شيء من المخلوقات في الله. والقول بأن الله في شيء من المخلوقات أو شيء من المخلوقات في الله خطير جدا. كيف؟ لو كان في مخلوق في الله لكان من عبد الله عبد الله عز وجل عبد المخلوق الذي في الله، ولو كان الله في المخلوقين لكان الذي يعبد الله يعبد الله ويعبد المخلوق الذي في الله. فالله ليس لا في المخلوقات ولا المخلوقات في الله، بل الله جل وعلا مستوٍ على عرشه، ها قولوا معي، بائن من خلقه تبارك وتعالى، وينزل السماء الدنيا لا نعرف كيف، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب كله لا نعرف كيف، لا الذي يتعلق بالله عز وجل ولا الذي يتعلق بمخلوقات الله كالملائكة والجنة والنار
هذا لا نعلم كيف لأنه غيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وما سمي الغيب غيبا إلا لأنه غائب عن حواسنا، إذا أصبح شهادة لا فائدة من الإيمان به. الآن القيامة غيب يجب علينا أن نؤمن بها، فإذا قامت القيامة وهناك من لم يؤمن بالقيامة وقال ها الآن آمنت، أي والله صحيح الكلام، صدق المرسلون، ينفعه لا ينفعه، وإنما ينفع الإيمان بالغيب إذا كان الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان به. فالله ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نعرف كيف لأننا لا نحيط بالله علما. وهنا سلاح أعطي كل من يجادل هؤلاء أو يجادلونه، لا سيما الأخ السائل من سلطنة عمان، نقول إذا قال لك قائل في هذه المسألة وأنكرها قل له أريد أن أسألك سؤالا، أين أنت من الله؟ الآن دعنا من إيش أين الله، نسألك أنت أين أنت من الله؟ هل أنت فوق الله والله تحتك، أو أنت تحت الله والله فوقك، أو أنت مساوي لله، أو أنت لا تدري أين أنت؟ في احتمال غير هذا؟ في احتمال وهو أن يكون الله عز وجل فوق وتحت، واضح؟ إذن هاي الاحتمالات الموجودة، إن كنت أنت فوق الله والله تحتك ها تقول ما يستطيع، ما في إنسان يستطيع يقول نعم ها أنا فوق الله والله تحتي، ولا يستطيع أن يقول أنا مساوي لله. وإن قال الله جل وعلا فوقي وتحتي صار الله تحته، وهذا أيضا ما يستطيع أن يقوله، ماذا بقي أن يقول؟ لا أدري أين أنا، ليش أنت مجنون ولا سكران، أنا سكران أنت، ما يستطيع إلا أن يقول الله فوقي جل وعلا وفوق كل شيء وأنا تحت الله عز وجل، والله يقول وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ ويقول جل وعلا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فالله جمع فوق كل شيء، ليس ثم شيء من المخلوقات الا فوق الله، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الارض ولا الانس ولا الجن ولا الملائكه، الله جل وعلا العلي الاعلى. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.